لحسنه لو النبي. مساء الفل يا كابتن بدر. مساء الخير يا كابتن مصر. ازيك يا حبيبي وحشني. انت اكتر يا حبيبي، كل سنه وانت طيب والدنيا كلها عندكم بخير ان شاء الله. يعني الحمد لله يا رب انت تكون بخير واولادك واسرتك وكله حلو يا حبيبي. بخير الحمد لله يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. انا كل ما اجيب لعيب يقول لي كابتن بدر رجب، كابتن بدر رجب، كابتن بدر رجب، ولسه حسين السيد بيفتن عليك، قال لك ساعد دوري المدارس، ربنا يبارك له الاستاذ محمد طويل كان عامل حاجه حلوه قوي، فقال لي كابتن بدر نزل الملعب، قال لي الاهلي الاهلي وراح جاري. فاكر؟ انت معاك لحسينه بقى. حسين برضه؟ حسين انت مساك سيد. حسين برسلو ده. حسين السيد ازيك يا حسين؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي وحشني؟ ربنا يخليك وحضرتك والله. تمام يا كابتن الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله والله يا كابتن. الحسينة حبيبي يا حسين. حبيبي. اشمعنى الحسينة دي؟ والله الحسينة ده ولد يا كابتن من اللعيبة اللي ما خدتش حقها في مصر الصراحة. صحيح. يعني حسين ده حقق، يعني أنا في رأيي الشخصي يعني كمدرب حسين حاجة مهمة جدا للكرة المصرية. الحسينة ده برضه الحسينة حاجة مهمة جدا للكرة المصرية. وكان موجود كابتن إمام محمد الدين وكابتن ريع وكابتن نبيل نصير وكابتن اللعيبة اللي بيجيبوا اللعيبة يعملوا التقسيمات واللعيبة هي اللي تختار الأندية. مظبوط. يعني الأندية لو مثلا ثلاث أربع مدربين وقعوا على لاعب اختاروا عينيهم كانوا على لاعب اللاعب هو اللي بيختار. أيوه. فأنا طبعا من كل الزيطة دي كلها من أول ثلاث أربع دقايق نشلت على الحسينة على طول. وبعدين ما بتقومش بقى على طول، هو عارف ما بتقومش بقى من مكانك. محمد الطويل عامل ايه؟ محوط علينا كده يا كابتن، ما حدش بيقوم يعني لغايه لما اللجنه دي موجوده على الترابيزات وبتاع. فعملت ان انا داخل هنزل اعمل حاجه وبتاع، اتحركت كده جبت جنب حسين مع حسين على الخط، قلت له الاهلي سمعني كويس رح تاخد بعد ما ماشي. فجينا في اللجنه قعدنا حسين عايز تروح فين؟ قال الاهلي. خلاص حسين حسين اختار الاهلي يبقى بتاعنا. وعملنا الاجراءات، بعتنا بقى كابتن عبد الله خلصنا مش عارف ب 5000. 5000 لحسين ولا كام؟ 5000 يا كابتن، شويه كور كده. 5000 وكور كتير. كتير قوي حسين بصراحه. كتير. بدر كان ايه اللي بيميز حسين؟ حسين يا كابتن باك بلغه الاخفاض. يعني بيجمع الاثنين في بعض. حسين فكر عالي جدا. حسين يمتلك مهارات فنيه على اعلى مستوى. الكروس بتاعه كويس جدا. جريء جدا على الجول على فكره، اللي لسه حسين ما طلعوش للكره المصريه. ان حسين على الجول هداف، يعني ما بيروح للجول بيهدف ما بيضيعش. حسين هداف عظيم، رجليه كويسه جدا على الجول وشوط كويس جدا جدا جدا. انت اللي وظفته باك ليفت. من اللعيبه يا كابتن احمد المؤدبه جدا اللي اسمها شاطره في الملعب. بيلعب بس. انت اللي وظفته في مركز الباك ليفت يا كابتن بدر؟ طبعا. طبعا انا كنت بحب اهاجم يا كابتن، انت عارف حضرتنا قبل كده في دورات كتير. فكنت بلاعب اللعيبه كويسه تيجي من ورا عشان يبقى عندها مساحه تقدر تخترق عن طريق الحسينة وجيل 92 العش والولاد دول كلهم والنني والعصابه دي كلها. بدر يعني ايه هو السر؟ يعني حتى انت كنت مسمي الاولاد كلهم، انت اللي مسمي كهربا وانت اللي مسمي بيكهام وانت والاجيال، يعني يا ريت تفكرني بالاسماء اللي انت طلعتها للنادي الاهلي وبعد كده للكره المصريه بالكامل، وهل بالفعل التخصص في السن ده بيبقى موهبه؟ يعني ما حلمتش انت تبقى مدرب فريق اول، حاسس ان انت بتنجح قوي في السن ده وده بالنسبه لك افضل يا كابتن بدر؟ لو جالي يا كابتن فريق اول مش همسك. لو جالك فريق اول مش هتمسك؟ لو جالي منتخب مصر فريق اول مش همسكه. بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انا بتكلم جد والله. لو جالي منتخب مصر فريق اول مش همسكه، لكن لو جالي منتخب مصر ناشئين مباراة همسك. فعلا. ليه؟ لان التخصص ده يا كابتن في اوروبا سبقونا ب 100 سنه بالتخصص. يعني ايه بالتخصص؟ يعني كل مدرب ليه مرحله سنيه يشتغل فيها وينتج فيها وينجح فيها ويبتكر فيها ويبقى عنده فكر وعنده خيال. نعم. يشتغل بيه. ده اللي انا امنت بيه اما اشتغلت مع الخواجه كوربر. العظيم اللي جه النادي الاهلي مستر كورفر ده حببني بقصه البراعم والناشئين. كورفر ده اللي كان جابه الكابتن صالح سليم زمان جدا وقال له ده راجل بيهتم بالمهارات و و و، لكن اتضح ان الراجل ده حط بذره والبذره دي ما زالت مستمره حتى الان، سواء في مصر عن طريق كابتن بدر رجب وغيره طبعا من الناس المحترمين، او انت بتكمل مسيرتك دلوقتي في الامارات يا كابتن بدر.
نعم يا كابتن، ما سمعتش الاخرانيه. يعني بقول او انت حتى بتكمل المسيره في الامارات بعد النجاح اللي انت عملته في مصر؟ اكيد يا كابتن اكيد. نعم. انا نقلت كل الخبرات اللي خدتها في مصر من الخواجه، كل شغلي اللي عملته في النادي الاهلي نقلته لنادي الجزيره الاماراتي، وده عاد على نادي الجزيره الاماراتي وعلى منتخب الامارات بلعيبه كتير جدا. دلوقتي احنا عندنا دلوقتي ادريانو ونفس الاسماء اللي كنت بسميها في مصر عندنا برضو. عندنا ادريانو وعندنا راؤول وعندنا جيلبرتو، عندنا اسماء كتير. انت اللي طلعتها للاولاد هنا، انت اللي مسميهم برضو عندك. يا كابتن بسميهم. انا متعتي انا بستمتع يا كابتن بالاولاد. انا بستمتع، انا بحب كره القدم، بستمتع بكره القدم. فبمتع الاولاد اللي معايا. اما تدي الولد اسم لعيب كبير او لعيب عالمي، الولد نفسه بيبقى مبسوط باسمه. ايوه، لدرجه ان انا ساعات بنسى اساميهم الاصليه. لا والله. يعني بيكم، انا مش فاكر اسمه بيكم، كان اسمه ايه الاصلي؟ احمد رمضان. والله العظيم ما فاكر اسمه. كهربا. طب وبرضه طيب عايز اقول لك، يعني انا كنت عارف انه مجلس اداره جديد الكابتن محمود الخطيب لما جه كانوا كلموك عشان ترجع، الكلام ده حصل؟ الكلام ده حصل فعلا، بس انا كابتن خالد محمود يعني مبسوط عندك. اتعلمنا في النادي الاهلي ان احنا عمرنا ما نكون، وبتلتزم جدا بالعقد اللي انت بتمضيه، فانا بمضي سنتين او ساعات 3 سنين كمان. فالفتره اللي كان فيها الطلب ان انا ابقى موجود كنت بمضي سنتين، كنتش لسه ما كانش من النوم بتاع 3 4 اشهر، فما قدرتش طبعا يعني اعتذر او ان انا امشي او ان انا ما اكملش عادي وكده. طيب. علشان ابقى انا موجود، لكن انا طبعا النادي الاهلي ده بيتي، والنادي الاهلي ده هو اللي عمل بدر وعمل عمل كل لعيبه النادي الاهلي خيره على بدر وعلى كل لعيبه مصر. النادي الاهلي. طيب. ده حاجه بالنسبه لي يا كابتن انت عارف. طبعا. العشق. العشق. طيب. طيب بص، هتنصح حسين بايه؟ انا انصح حسين انه يرجع مصر. ايوه، ما هو ما بيلعبش، ده ما كانش بيتمرن، يرجع مصر يعمل ايه؟ لا حسين يا كابتن يعني يقدر يثبت نفسه كويس قوي، حسين لعيب كويس جدا. ومع فايلر الراجل اللي موجود ده، حسين هيبقى دور كبير جدا جدا جدا. لان حسين من اللعيبه اللي ممكن تفيد المنتخب المصري مش النادي الاهلي بس. طيب. انا بكلمك عن حسين اللي جنبك ده يا كابتن شمير. لعيب وسطات عالميه، لعيب كويس جدا جدا جدا. يعني يشتغل على نفسه الفتره دي وهيقدر يرجع ويبقى ليه دور، صح؟ هو هيشتغل غصب عنه مش برضاه، لان هيبقى فيه منافسه. ومش جاي راكب فرسان ابيض وهيلعب سهل. نعم. ده هيحارب عشان يبقى موجود، وانا متاكد ان حسين يبقى ليه دور الفتره الجايه، لان حسين من اللعيبه المميزه. لعيب. نعم. يا كابتن مميز، لعيب. طيب. ليه دور في فرقه النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. تنصح حسام عاشور بايه؟ انه يبطل في النادي الاهلي. انه يبطل في النادي الاهلي. كلمتك لاحمد فتحي ايه؟ ربنا يوفقه. احمد فتحي خدم النادي الاهلي وخدم مصر كتير. بتمنى له التوفيق في الاختيار اللي هو خده. وهو اختار الاحتراف، ما اختارش الانتماء. اختار صح ولا غلط؟ بالنسبه له هو صح. لكن بالنسبه لنا احنا بنتكلم كوره. انا رايي كان فريق في النادي الاهلي. وخطف حياته في النادي الاهلي، لان احمد من نوعيه لعيبه النادي الاهلي. الروح اللي عند احمد فتحي دي بتتزرع وبتتولد في لعيبه النادي الاهلي، احنا متخصصين بيها. فاحمد ابن النادي الاهلي المفروض بالروح كان، بس يعني ينهي حياته في النادي الاهلي، كانت تبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لاحمد. هو انت وانت رايح النادي الاهلي اتفضل النادي الاهلي شرف لاي حد يا كابتن احمد. ماشي. اخر حاجة بقى كابتن، وانت رايح تخطب فاكر عملت ايه ولا ناسي؟ نعم. فاكر؟ ركبت الاتوبيس وانت رجعت عليا وانا رايح اخطب. لا الله يخليك احكيها عشان خاطري. ما انت كل الكوارث معاك يا كابتن شوبير. معلش، ما دي بص ولا الشريط ما اعرفش اسمه ايه. لا احكي الكارثة بس الخفيفة بتاعت الخطوبة الله يسترك. انا كنت مخلص تمرين. ايوه. والبيت بدلتي ما كانش لسه عندي عربية ولا عندي حاجة، كنت لسه يا دوب بتمرن الدرجة الأولى يعني. نعم. وانت كابتن كان عندك عربيه 28 ابر. مظبوط. وبعدين خلصنا تمرين، فانا لبست بسرعه ولبست بدلتي، كنت حتى واخدها من كابتن علاء عبد الصادق، ما كانش عندي بدله ولا حاجه. كنت واخدها من علاء عبد الصادق كمان يعني. واخدها من علاء عبد الصادق. والقميص كان عندي قميص وجرافطه الدهاني الكابتن انور سلامه الله يمسيه بالخير. ولبست وبتاع، واخد الاتوبيس 100 ده من التحرير. حظي الجميل
اقابلك الاتوبيس وقف على كوبري اللي هو بعد قصر النيل كده بعد النادي الاهلي. نعم. على الكوبري يقف تيجي عربيتك جنب الاتوبيس. ايوه. تندح عليك قاعد ببدله بقى جنب الازاز. رايح فين وانت جاي اخطب؟ مصر كلها عرفت ان انا رايح اخطب ببدله وراكب اتوبيس. متشعبط في الاتوبيس، متشعبط على الباب. في الاتوبيس. ايوه ما انت متشعبط على الباب. ما انا هعمل ايه طيب؟ طب خد تاكس، رايح تخطب، خد انزل انزل من التاكس للعروسه يا راجل، حرام عليك. بقول لك الجرافات خدتها من كابتن النهارده، تقول له خد تاكس. ما كانش في ماليزيا يا كابتن احمد خالص. وبعدين يا كابتن احمد انا ما كانش معايا فلوس ليه بقى؟ انا وانا كنت مع الكابتن انور كنت بقعد ارقص انا. فيجي اخر الشهر قبض كله مخصوم من الترقيص. ايوه صحيح. كان موجود الله يرحمه الحاج حلمي، اسلم عليه ويبقى عليا فلوس الشهر الجاي، فهجيب منين؟ من انت ومحمد السيد. انا ومحمد السيد هنجيب منين؟ كنا بندفع، كنا قضينا طول السنه مخصوم يعني. كابتن بدر يا جميل، ربنا يخليك ويدي لك الصحه، وتحياتي ليك ولاسرتك وللجميع، وترجع بالف سلامه. وكويس ان احنا اطمنا عليك وعلى كل زملائنا واخواتنا اللي موجودين عندك في الامارات. تحياتنا لشعب الامارات ولكل الناس. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر رجب.